السلام عليكم. بعد ما اشترينا افراخ من سوق الغزل وخليناها جو الدجاج على مود ما ينكسر ظهرها على البيض والجو حار وما راح يطلع من عندها افراخ. الافراخ سعرهن رخيص ما عدا هذن السلكيات شوية غاليات، الزوج مالتهن ب10,000 بس افراخ العرب سعرهن 2500 دينار الزوج الواحد. طبعا لا ننسى المي، المي ضروري جدا في فصل الصيف. وطبعا غيرت مكانهن من الخانة هاي الصغيرة الحديد، خليتهن بتربية أرضية. التربية الأرضية أفضل لهن من التربية بالخانات أو بالقفص هذا الحديد، لأن التربة لون يعني تطي على برودة وزينة على الأفراخ. طيتهن أول يوم جريش ناعم ونخالة، ممكن أي شيء ننطيهن. وطبعا ثاني يوم نطيتهن خل التفاح الطبيعي كم قطرة بالماء، وربي يوفق الجميع.